أنا ابن لحظة النشوة الخاطفة، أنا الأمير يوسف كمال. انتصار عرابي في كفر الدوار سبب وجودي، أية مفارقة. صوت أكرة الباب، خطوات هوبير، أعرف خفتها على الأرضية. باتلر مثالي منذ التحق بحاشيتي. تمتم وهو يسحب الستارة. اكتملت نبوءة جوستي بولونفيلد. أعرف ما يفكر فيه. في أوقات مماثلة في السنوات السابقة كان يبحر على متن يخت فخم إلى مومباسا أو غينيا، وإذا لم يكن في إحدى الرحلات بعيدا يستعد بالبنادقي وصناديق حفظ فطائر القرنبيت التي تخبزها ماريا زوجة أخيه جوزيف، ويخرج إلى المرج ليستقبل ضيوفي. سمعته يتمتم ثانية. لا أتخيل أن ينتهي كل هذا. فتحت عيني. السحب الرمادية والأشجار العالية من الأوراق خارج النافذة يزيدان الكآبة. سألته: هل أحضرت الصحف؟ يؤنسني منذ دخلت مستشفى فرندال هذه معرفة أخبار مصر والاستماع إلى اللغة العربية. لا أزال أذكر يوم أن قرأت خبرا عن حصول مخرج فيلم رد قلبي على تصريح من هيئة الأموال المستردة بتصوير المشاهد في سرايا المطرية. العام التالي تصادف وجودي في فرنسا مع عرض الفيلم. حرصت على رؤيته مع عمرو إبراهيم ابن عمي. رأيت مكتبي وبهو السرايا واللوحة الكبيرة التي تصور إحدى رحلاتي في أفريقيا. انهمرت دموعي غزيرة عندما كسر ابن عبد الواحد البستانجي زجاج الصوبة البلجيكي. دارت بقاعة السينما، وعندما خرجنا علق عمرو ساخرا: قام الممثل أحمد علام بدور البرنس، أفضل منك. يوسف كمال في رواية أخرى، كتاب جديد للكاتبة المبدعة منى الشيمي.